بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا الرايت لو في الفيديوهات اللي طافت. شنو فايدة الرايت لو؟ قال لي ان عندك الـ A اللي هي المتفاعلات تعطيني products، خلاص. قلت انا الرايت تساوي K في تركيز الـ A تمام للأس M، وقلنا ان الـ M او الـ X او الـ Y اللي اخذناه كان هو الرياكشن شنو؟ order، خلاص. فهذا هو الرياكشن order. شنو يفيدني في reaction order؟ يفيدني بقضية تأثيره على سرعة التفاعل. قالك في ثلاث أنواع من reaction order، إما zero order أو first order أو second order. zero order يعني الأم تساوي صفر، خلاص، فتختفي الـ A تصير واحد. first order يعني الأم تساوي واحد، يعني الـ A موجودة نفس ما هي. second order يعني الأم تصير اثنين، تصير تربيع. في الحالة الأولى الريت يساوي الـ K، وفي الحالة الثانية شوفوا يا هذا الرايت يساوي الكي، وراح تكون الرسمة كذي سيدة. أما في الحالة الثانية يا جماعة الخير الرايت راح يساوي كي في تركيز الأي لأنه أس واحد، خلاص. فراح تغير الرسمة شوي، راح يكون التركيز مؤثر على سرعة التفاعل. في الحالة الأولى التركيز ما كان مؤثر على سرعة التفاعل. في الحالة الأخيرة اللي هي second order نلاحظ أن التركيز راح يكون مؤثر أكثر على سرعة التفاعل لأنه تربيع، فراح يطلع ويانا شكل اللي باللون الأخضر. في كل الحالات يا جماعة الخير ما أقدر أحدد الريت إلا experimentally، تمام؟ ما أقدر أحدد الريت إلا experimentally. تعالوا خلنا نمسكهم واحد واحد. الـ first order reaction راح أسميه الـ reaction whose rate depends، يعتمد على the reactant concentration raised to the first power، يعني أس واحد، خلاص. هذا هو الريت of the reaction، ونلاحظ هني الأس واحد عشان كذي إحنا مو كاتبينه، ما ينكتب الأس واحد. اليونت مالت الثابت هذا اللي هو الكي الكونستنت راح تكون واحد على سكند. وإذا حبيت أنا أحسب الكونسنتريشن مال الـ A in any time أقدر أستخدم هذه المعادلة. هذه المعادلة تنحفظ وهي بس حق الـ first order فقط، تمام. شو تقول المعادلة؟ لأن الـ A اللي هو لأن التركيز at any time في أي وقت من التفاعل يساوي minus الكي في التي، التي هي التايم وحدتها السكند، زائد لأن الأي نوت هذا اللي هو الانيشيال، يعني لما يكون التايم يساوي زيرو. إنزين ليش ما خذينا المعادلة العادية هذه وخذينا اللن؟ لأن اللن يا جماعة الخير يعطيني ارتباط بالواي أكسس، يعطيني صفر، يعطيني قيمة ال الاي نوت تساوي صفر، خلاص. فالواي انترسبت مالي از لن لن الاي نوت، خلاص. والسلوب هني راح يساوي الماينس كيل سلوب، هذا اللي هو الميل. فمعناته لو اعطاني رسمه كذي او اعطاني سؤال قال لي والله لن الاي نوت يساوي كذا او الواي انترسبت يساوي كذا والسلوب يساوي كذا، احسب لي لن الاي. اقدر؟ اي اقدر، لأن الـ A راح يكون بزيرو وراح يكون معطيني هذا اللي هو السلوب، أقدر أحل المسألة. شوفوا ياي هالمثال، يقول لي the conversion of cyclopropane to propane in the gas phase is a first order reaction، خلاص. هذا تفاعل من الدرجة الأولى with a rate constant of كذا، هذه الـ K، وعطاني درجة الحرارة. if the initial concentration، initial concentration يعني الـ A zero، خلاص، of cyclopropane was كذا، أعطاني the initial concentration. What is the concentration after 8 minutes؟ أقول الأمور بسيطة، أنا عندي معادلة وراح أحل فيها، بس أول شيء سالفة المينتس هذه ما تعجبني أنا. ليش؟ لأن وحدة التايم عندي بالسكند، فراح أقول التايم يساوي 8.8 minutes وحولها إلى seconds. شلون؟ أقول 1 minute فيها كم سكند يا جماعة؟ فيها 60 seconds، فراح تروح المنت مع المنت واضرب هذيلا ببعض، راح يطلع وياي الناتج 528 seconds. كذي التايم مالي جاهز. أي أحط القانون مالي، قانوني شي يقول؟ يقول لن الـ A at any time يساوي minus kt زائد لن الـ A zero. أنا كتبت الزيرو، خليت الـ A كتبت الزيرو، شفتها شلون؟ الله الدنيا. يلا راح أعوض بالأرقام،
هذه الماينس الكي هو معطيني اياها 6.7 ضرب 10 والسالب 4 ضرب التي مالتي اللي هي 528، وحط هذا كله بين قوسين عشان اجمعه بشنو بالباجي، فراح اقول زائد لن الاي نوت، لن الاي نوت، الاي نوت هو معطيني اياها اللي هي بوينت شفين اليوم 0.25 شيبنا، وهذا هو الناتج. لكن هذا لن الاي نوت، هو يبي لن الاي نوت، لن تركيز الاي، شكرا الله، هو يبي تركيز الاي. شو نسوي بتركيز الاي؟ شلون نطلعه؟ راح اخذ اي للطرفين، يعني اصير هذه اي لن الاي راح تعطيني الاي بروحها يساوي اي اس ماينس 1.74. معناته يا جماعة الخير بالآلة الحاسبة راح أطقها هني، طبعا راح تروح اللن مع الإي إذا تعرفون رياضيات، وهذا راح يعطيني ناتج اللي هو 0.18، والتركيز راح يكون بالمولار. لازلنا في نفس المسألة، يقول لي how long in minutes، يبي المدة بالminutes، will it take for the concentration of cyclopropane to decrease، عشان يتناقص من هذا التركيز إلى هذا التركيز. طبعا هذا هو الـ A 0 احنا ندري، وهذا هو الاي الجديد اللي هو يبي يوصل له، واحنا نعرف الكيت هو معطيني اياها في المساله، يبي التايم. احط قانوني نفسه، اقول لن الاي يساوي ماينس كي تي زائد لن الاي زيرو. يلا خلينا نطبق، معناته راح يصير لن الاي ناقص لن الاي زيرو يساوي ماينس K في T. يلا نحسبهم، لن الـ A اللي هي لن الـ 0.15 ناقص لن الـ 0.25 تساوي ماينس KT. هني راح يصير ماينس 0.51، وهالصوب ماينس الكي، الكي كم كانت يا جماعة الخير تذكرونها؟ الشريحة اللي قبلها كانت 6.7 ضرب 10 والسالب 4 ضرب التي، فراح أقسم الطرفين على الكي، راح تصير سالب 0.15 على سالب 6.7 ضرب 10 والسالب 4 تساوي التي. بالآلة الحاسبة التي راح تعطيني 7.6 ضرب 10 أس 2 والوحدة سكند. ينفع؟ ما ينفع، ليش؟ لأنه هو طالبها in minutes. شلون أحول minutes إلى seconds؟ راح أقول إذن T تساوي 7.6 ضرب 10 أس 2 second ضرب، أحط السكند تحت والمنت فوق، 1 minute فيها 60 second، فراح تروح السكند مع السكند ويطلع الناتج يا جماعة الخير 13 minutes. لازلنا في نفس السؤال، يقول لي how long in minutes will it take to convert 74% of the starting material، ايش كثر بالدقيقة راح ياخذ مني عشان احول 74% من المادة الى النواتج. يعني شو السالفة؟ يعني يبيني افرض ان الـ A0 تساوي 100%، تمام؟ والـ A الجديدة مالتي هي المتبقي بعد مرور هالوقت، الـ 100 راح منها 74، إيش كثر بقى من التركيز؟ بقى فقط 26 صح؟ ولست 30، 26 عشان تكمل 100%. واضحة هالفكرة؟ هذه هي القطة مالت المسألة، وبعدين أطبق القانون وحل عادي. فراح أقول لن الـ A يساوي ماينس كي تي زائد لن الـ A زيرو. أستاذ ليش حطيت 100؟ التركيز الابتدائي مو أدري أدري أدري، هو قاعد يتكلم الحين نسبة مئوية، فخلاص أنا حولت على الحسابات بالنسبة المئوية 74%، خليت هذا 100 واستهلكت 74% منه، بقى 26، فراح تصير لن الـ A ناقص لن
الاي زيرو تساوي ماينس كي تي، راح اقسم الطرفين على الكي على ماينس كي تساوي التي، وبعدين راح اعوض بالارقام، راح افتح قوس اقول لن الاي اللي هي 26 ناقص لن الامية، وسكر وحطهم هذيل كلهم بين قوسين كبار عشان اقسمهم على الكي على ماينس 6.7 ل 7.66.7 ضرب 10 أس سالب 4، وهذا كله يساوي تي. تي هني في هذه الحالة راح تكون بالآلة الحاسبة تساوي 2 ضرب 10 أس 3 سكند، لكن أنا أبي أحولها إلى مينتس لأنه طالب مني هالكلام، طالب مني أنها تكون بالمينت، فراح أحط السكند تحت والمينت فوق. 1 minute فيها 60 second، ناتج النهائي راح يطلع 33 minutes. شلون نقدر نحدد ال k اللي هو الكونستنت من الرسمة؟ طبعا الرسمة لازم تكون رسمة اللن عشان يصير عندنا خط سيدة نفس ما اتفقنا قبل شوي. اخذ اي نقطتين على الخط، وهو غالبا راح يعطيني نقطتين على الخط، وش اسوي؟ اطرح الثانية من الاولى الوايات من بعض والاكسات من بعض، فراح اقول y2 minus y1 تقسيم x2 minus x1، يعني دلتا y على دلتا x، هذا هو السلوب، هذا من الرياضيات حتى مو من هني بري كالكولس صح. فراح اعوض بالارقام اللي موجوده عندي، ما ادري اذا مبينه وياكم هني ولا لا، وايد صغيره الرسمه، وراح يطلع وياي رقم، هذا الرقم هو السلوب. لكن لاحظ شغله ان السلوب يساوي ماينس الكي، مو الكي يساوي ماينس ك، معناته الك راح تصير ماينس السلوب. انزين اذا كان التفاعل مالي فيرست اوردر بس كله غازات غازيس رياكشن، راح يتحول القانون مالي الى لن البي اللي هو البريشر يساوي ماينس كي تي زائد لن البي زيرو، نفس الشيء اللهم شلت التركيز وحطيت ضغط. شوف وياي هذا السؤال، يقول لي the rate of decomposition اللي هو التفكك of azomethane is كذا studied by monitoring the partial pressure of reactant. خلاص فقال لي هذا هو التفاعل قدامي هنا، واحنا سوينا التجربة ولاحظنا الديتا اللي قدامك. شنو الديتا؟ الديتا ان التايم لما يكون صفر بعدين يصير 100 بعدين 150 البارشل بريشر يتغير بهذه الطريقة. Are these values، هل هذه القيم consistent تتماشى مع the first order kinetics؟ اي ولا لا؟ شلون اعرف؟ اعرف اني اجيب اللن، أقول هني لن البي، أسوي العمود زيادة وأقول لن البي، واختار ثلاث نقاط بالآلة الحاسبة أطق اللن مال البي مالهم، فراح أخذ هذه الأولى وأطقها بالآلة الحاسبة لن 284 يطلع وياي 5.649، هذه أول واحدة. بعدين أختار مثلا الثالثة، أحاول أفرقهم عن بعضها، الثالثة وأطق اللن مالها يطلع وياي بالآلة الحاسبة 5.263. بعدين أطق واحدة ثالثة، خلنا نقول مثلا 250 اللي هي هذه 150، راح يطلع وياي 5.011. وبعدين بسرعة بسرعة راح أرسم علاقة بين لن البي وبين التايم، وراح أكتشف أنه تعطيني خط مستقيم مايل بهالشكل، معناته هذه فعلا first order kinetics، كذي أنا تأكدت. ما راح أسويها لأنه فيلم يعني أنا قاعد أرسم لكم، بس أنتوا فهمتوا الفكرة. السؤال اللي وراء يقول لي if so، يعني إذا كانت فعلا first order kinetic شنو هو rate constant؟ يبي يعرف rate constant. أقول سهلات، rate constant هو السلوب صح؟ شلون نحسب السلوب؟ متوا قلنا، برفع هذا بعد إذنكم عشان نقدر نحسب السلوب. قلنا السلوب هو دلتا واي على دلتا اكس، دلتا واي اختار اي نقطتين، والواي في حالتنا منه، لاحظ الواي في حالتنا لن البي، ها معناتها هذه هي الواي، نحط الاحمر، هذه هي الواي وهذه هي الاكس اللي هي التايم، هذه الاكس، فاختار اي نقطتين على الجراف مالي. خلينا نقول نختار مثلا النقطه الثانيه اللي هي هذه، والنقطة مثلا أو النقطة الثالثة والنقطة الثانية، ما أدري كم رقمهم، أنا إيش فيني هذه ما نبيها زين لأن ما عندنا قيمتها.
فنحسبها يلا على السريع. راح نقول دلتا واي، وين الواي؟ اللي هي اللن. فراح أقول الثانية 5.011 ناقص اللي قبلها اللي هي 5.263 على الدلتا إكس اللي هي 250 ثانية ناقص 150 شنو ثانية. الناتج راح يطلع وياي تقريبا 2.55 ضرب 10 السالب شنو 3 والوحدة سكند to the minus 1. وبعدين احنا اتفقنا ان الام تساوي minus k، اذن الk تساوي minus m معناته تساوي minus 2.55 ضرب 10 والسالب 3 سكند والسالب 1. هذه نفس المسألة اللي طافت، تعتبر تمرين حقك، ووقف الفيديو وحلها بروحك، والانسر كاهو موجود عندك لازم تطلع. نوصل حق نقطة اسمها reaction half life، نص عمر التفاعل. شنو هو reaction half life أو يسمونه t half؟ is the time، الوقت required for the concentration of a reactant، المطلوب لتركيز المتفاعل إنه يصير له decreasing to the half، يعني ينقص إلى نص الconcentration الأصلي ماله. خلاص تحفظ لي هذا التعريف، وهو تعريف t half. بمعنى آخر which means أن T half تساوي T when the concentration of A يساوي the concentration of A zero تقسيم 2، يعني نص التركيز الأصلي. يبقى إذا كان تفاعلي أنا first order reaction، أحفظ حفظ أن T half تساوي هالرقم على الك، هذا حفظ مو شطارة. يقول هني the decomposition of ethane to methyl radicals is a first order reaction. خلاص هذه الكلمة مهمة، first order with rate constant of كذا، هذا الكي عطاني وعطاني درجة الحرارة ما احتاجها الحين. calculate the half life، يبي تي half. راح اقول لك قانون تي half معروف، يساوي 0.693. طبعا تي half هذا بس حق الفيرست اوردر، ها القانون هذا بس حق الفيرست اوردر، يعني 0.9693 تقسيم 5.36 ضرب 10 والسالب 4، والناتج راح يعطيني 1.29 ضرب 10 أس 3 سكند. كلام جميل، هذه ترى سكند مو 5، كلام جميل. بس هو قال لي in minutes، فراح أحولها إلى minutes، راح أقول ضرب 60 سكند في 1 minute، والناتج النهائي راح يطلع وياي 21.5 minutes. يا رب تكونوا استفدتوا، والحمد لله رب العالمين.